روى الشيخ الكليني في الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان فقل: اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم، وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه، أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم ألقاك.